بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. أرحب بكم إخواني وأخواتي في هذا اللقاء الجديد من هذا الشهر المبارك الذي يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ما بقي من أيامه ولياليه، على صيامها وقيامها، وأن يجعلنا وإياكم فيه من الفائزين ومن عتقائه من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نكمل وإياكم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع دروس وعبر من سيرة خير البشر صلوات الله وسلامه عليه. ذكرنا في اللقاء الماضي ما جرى في حادثتي الرجيع وبئر معونة، ثم غزوة بني النضير، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم عن المدينة وطردهم، وذهبوا جلهم ذهب إلى خيبر واستقر فيها، وتبعوا بذلك جملة من اليهود، ومنهم من ذهب إلى أطراف الشام أيضا لاستقرار مجاميع من اليهود في تلك البقاع. معنا في هذا اللقاء غزوة تعد من أعظم الغزوات ومن أخطر المواقف التي مر بها المسلمون في المدينة النبوية، وسمى الله تبارك وتعالى سورة في القرآن الكريم باسمها، وذكر الله تبارك وتعالى تفاصيل أو بعض التفاصيل لهذه الغزوة وبعض الصور التي مر بها المؤمنون في هذا الموقف العصيب الذي لولا الله تبارك وتعالى ولطفه ومنته ورحمته بهذه الأمة لما قامت لدولة الإسلام قائمة، ولكن الله تبارك وتعالى غالب على أمره ومتم نوره ولو كره الكافرون. هذه الغزوة هي غزوة الأحزاب أو ما تسمى بغزوة الخندق. طبعا سميت الغزوة بغزوة الأحزاب لتحزب ولتجمع قبائل العرب كما سنذكر، قريش وغطفان ومن تبعهم، وتسمى بغزوة الخندق نظرا للخندق الذي حفره المسلمون كما سنذكر تفاصيل ذلك بإذن الله عز وجل. هذه الغزوة كانت ابتدأت في شهر شوال من السنة الخامسة من الهجرة، واستمرت لشهر كامل، شهر كامل، وقد ضرب المشركون الحصار على المدينة النبوية كما سنذكر إن شاء الله تبارك وتعالى تفاصيل هذه الأحداث. بعد غزوة بني النضير قد وضعت الحرب أوزارها وهدأت الأمور نسبيا إلى حد كبير في المدينة النبوية، ودارت عجلة الدعوة مرة أخرى، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتفرغ بشكل أكبر وأكبر للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولكن اليهود، قبح الله اليهود، هؤلاء القوم المغضوب عليهم الذين وصفهم المسيح عيسى ابن مريم كما في الإنجيل هو مأثور، وصفهم بأنهم حيات وأولاد أفاعي، لا يهدؤون، لا يقر لهم قرار ولا يهدأ لهم بال إلا بعد أن يفجروا الصراعات في كل منطقة من مناطق العالم. وقلت ذلك مرارا وتكرارا، غالب بل جميع الفرق المنحرفة والديانات المنحرفة والأفكار والمذاهب المنحرفة كالماسونية والعلمانية والاشتراكية وغيرها، فضلا عن الفرق القديمة وعبدة الشيطان وغيرها من الفرق المنحرفة، تجد أن المؤسسين لها اليهود، لأنهم لهم قاعدة خبيثة ينطلقون منها مقررة في تلمودهم، والتلمود هو مثل الشريعة يعني تفاصيل، أن الغاية تبرر الوسيلة،
الغاية عندهم أن يركع جميع شعوب العالم لهم، هم شعب الله المختار بزعمهم، وجميع الشعوب على اختلاف أعراقهم وجنسياتهم يكونون درجة ثانية مثل خدم لليهود. لذلك هذه الغاية كل وسيلة تؤدي إليها مشروعة في دينهم، كل وسيلة، حلال حرام، طيبة خبيثة، خيانة خسة خداع، كل وسيلة تؤدي لتحقيق هذه الغاية مشروعة عندهم. ولذلك قالوا هذه القاعدة الباطلة أن الغاية تبرر الوسيلة. وبعض الناس والأسف بعضهم ممن يخوض الانتخابات أو يعني منافسات إلى غيرها يردد هذه المقولة دون أن يتدبر في معانيها، أو ربما هو لا يقولها بلسان قاله ولكنه يقولها بلسان حاله، فما عنده مشكلة يسلك السبل السيئة، خداع وكذب وافتراء على الآخرين ليتسلق على أكتافهم بزعمه أنه يريد هذه الغاية. أما الإسلام الأمر على خلاف ذلك تماما. القاعدة الفقهية عند المسلمين أن الأمور بمقاصدها، أن الأمور بمقاصدها، وأن الوسائل لها أحكام المقاصد. إن كان مقصدك جيدا ومشروعا لابد أن تكون الوسيلة مشروعة وطيبة. ما عندنا شيء اسمه الغاية تبرر الوسيلة. فهم حتى لا نذهب بعيدا، هؤلاء عندهم الغاية تبرر الوسيلة. فبعد أن طردوا يهود بني النضير إلى خيبر واستقرت الأمور، أرادوا أن يدفعوا باتجاه محاربة الإسلام والمسلمين. فماذا فعلوا؟ بعد سنة ونصف من إجلائهم وطردهم، ذهب 20 من رؤساء اليهود إلى قبائل العرب وعلى رأسهم قريش بمكة وغطفان، هذه القبائل العربية العريقة الكبيرة والتي لها الزعامة والرئاسة في قبائل العرب. واستطاع هؤلاء اليهود 20 استطاعوا أن يؤلبوا القبائل العربية وأن يحزبوا الأحزاب وأن يجمعوا جيشا عرمرا مدمرا ليضربوا المدينة والإسلام في عقر دارهم. وفعلا استجاب كفار قريش، واستطاعت قريش أن تجمع 4000 مقاتل، واستجابت غطفان ومن تبعها من قبائل نجد ومن ورائها، واستطاعت أن تأتي 6000 مقاتل، وكان الموعد عند المدينة. وفعلا جاءت هذه الجموع الكثيرة وهذه الجيوش وتجمعت وتحزبت عند المدينة النبوية، فكان المجموع 10000 مقاتل من المشركين، يملأهم الغيظ والحنق والحقد والرغبة في الانتقام والقضاء على هذا الدين العظيم. جاءت الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم بقدوم هذا الجيش الكبير الذي لم يسبق للمسلمين أن يواجهوه، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ما العمل؟ نخرج إليهم، نتحصن بالمدينة، ماذا نفعل؟ فأشار عليه الصحابي الجليل سلمان الفارسي رضي الله عنه بمشورة، قال: كنا في بلاد فارس إذا داهمنا العدو في ديارنا نقوم بعمل خندق، بحفر خندق ليحول بيننا وبينهم. ومن لطف الله عز وجل أن المدينة النبوية الموقع الجغرافي لها والتضاريس الطبيعية المحيطة بها تسهل هذا الأمر. المدينة محاطة من جهاتها الثلاث باللابات، واللابة هي الحجارة السود العظيمة، أشبه ما يكون بالجبال، فمحاطة من الجهة الشرقية ومن الجهة الغربية ومن الجهة الجنوبية.
فيصعب على الجيش أن يقتحمها من هذه الجهات الثلاث، شبه استحالة يعني، الأرض ليست بممهدة. إذا لم يبقى إلا الجهة الشمالية، فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفكرة وعزم على حفر الخندق، وبحث مع أصحابه عن أقرب نقطتين بين تصل الجهة الشرقية بالجهة الغربية ليقصر المسافة، وفعلا وجد أقرب نقطتين تقريبا، يعني المسافة على وجه التقريب 2 كيلومتر، كيلوين تقريبا، على وجه التقريب ميل تقريبا كيلوين، فكانت هذه أقرب نقطة بين اللابة الشرقية واللابة الغربية، فكان هنا المكان المحدد لحفر الخندق. قسم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين شاركوا في حفر الخندق، وكان عددهم 1000 رجل، قسمهم إلى فرق، إلى 100 فرقة، مجاميع صغيرة، كل مجموعة تتكون من 10 أفراد، وكل مجموعة أعطاها 40 ذراعا، يعني تقريبا 20 متر أو أكثر بقليل ليحفروا. قسم هذه المجاميع، انظر إلى حسن الإدارة والتدبير منه صلى الله عليه وسلم. فبدأ المسلمون بكل جد ونشاط وعزيمة، وهم يحتسبون الأجر من الله تبارك وتعالى، بل شاركهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شاركهم في حفر الخندق، وكان يعني يذكر الأشعار ويأتونه بالأراجيز، نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا أبدا، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجر، ومثل هذه الأبيات. وهذا مر معنا عندما ذكرنا في بناء المسجد النبوي عندما قدم للمدينة صلى الله عليه وسلم، قلنا مثل هذه الأراجيز وهذه الأشعار وهذه الأناشيد لمصطلح المعاصر لا إشكال فيها، ما لم يعكرها معازف أو أصوات بشرية يعني تنحو أو تنحى منح المعازف، حتى الذي يسمعه يقول إنها معازف وليست بأصوات بشرية. عدا ذلك يبقى هذه الأمور على الإباحة، والنبي عليه الصلاة والسلام أذن في ذلك وسمع ذلك، كما في أنجش، وكما قال حسان رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه عندما كان ينشد هذا اللفظ، كان ينشد في المسجد، فلحظ إليه عمر، نظر إليه نظر المنكر، فقال له حسان: لقد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذه الأمور تذهب التعب وتقصر العناء وتسهل العمل الشاق، وهذا منذ القدم يعرفه الناس في أعمالهم. المهم، شرع المسلمون في حفر الخندق، وكما قلنا كان صلى الله عليه وسلم يعني يعينهم في حفر الخندق، وكانت هذه الفترة كان الجو فيها بارد، البرد شديد، وكانت مخمصة يعني جوع شديد، هذا مما يزيد في المعاناة. وشكى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يلقونه من الجوع، فأتوا إليه وكشفوا عن بطونهم وقد ربطوا الحجارة على بطونهم، وذلك ليصلب أحدهم ظهره لئلا يسقط على بطنه، ثم ليسكت كلب الجوع، إذا شعر الإنسان يضغط على بطنه، ثم هذا مما يهون ويسكت كلب الجوع بحيث أنه لا يتألم أو لا يعاني من الجوع. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه وإذا به قد ربط حجرين، وهذه كانت رسالة واضحة، إذا كنتم تعانون، كأنه يقول لهم إذا كنتم تعانون من الجوع مرة واحدة أو ضعفا واحد فإنني أعاني ضعفين، فأنتم قد ربطتم حجارة واحدة وأنا قد ربطت حجرين، صلى الله عليه وسلم. فعادوا رضي الله تعالى عنهم إلى العمل والجد والبذل والتضحية في سبيل الله تبارك وتعالى. وقعت حقيقة بعض الآيات يعني نسميها معجزات، وتسميتها بالآيات كما قال ابن تيمية رحمه الله أصح، لأن ما في كلمة معجزة في القرآن الكريم ولا في السنة فيما أعلم، لكن تأتي آيات، وما نرسل بالآيات إلا تخويفة،
إلى غير ذلك من آيات القرآن الكريم تبين هذه القضية. على كل حال، ظهرت بعض الآيات أو المعجزات في أثناء حفر الخندق. من ذلك مثلا هذا الموقف الطريف، أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه بن حرام الأنصاري شق عليه كما شق على جميع الصحابة ما يرون من معاناة النبي صلى الله عليه وسلم. لك أن تتخيل كيف يكون حالك عندما ترى شخصا تحبه كأبيك مثلا أو أمك أو ابنك أو أي شخص تحبه، تراه يتألم من شدة الجوع أو العطش، لا شك أن قلبك يتقطع في كل لحظة. إذا كان المسلمون الآن وهم ينظرون إلى إخواننا في الصومال، نسأل الله أن يفرج همهم وأن يطعم جائعهم وأن يكسي عاريهم وأن ينزل السكينة عليهم وأن يلطف بهم وأن يفرج همهم عاجلا غير آجل، أقول إذا كان أحدنا ينظر وهو لا تمته به أي صلة قرابة، ولكن يعني رابطة الإسلام أعظم من كل رابطة، ينظر وهو يتألم، يتألم الإنسان. بل ربما بعض الأخيار يقول والله أرفع اللقمة ثم أردها، عندما تأتي هذه المناظر في التلفاز ويشعر بضيق في الصدر وهم وغم، ينكد عليه طعامه وينغص عليه لقمته، كيف أكل أنا مع أولادي وإخواننا يعانون؟ فأقول إذا كان هذا الأمر مع هؤلاء ومع عموم، فكيف والأمر مع سيد ولد آدم، مع الذي نحبه ويحبه كل مسلم أكثر وأعظم من حبه لنفسه؟ فالأمر عظيم، لذلك الصحابة ما تحمل، لكن كما نقول ليس باليد حيلة. جابر رضي الله تعالى عنه كان عنده عنز جفرة، جفرة عنز صغيرة ما فيها لحم، لكن كما نقول جود من الموجود. فقام وأمر زوجته، وذكرنا في مناسبة أنه تزوج امرأة كبيرة لتقوم على شؤونه وشؤون أخواته، فأمرها أن تذبح هذه العنز وأن تقوم بإعدادها وطبخها، وكذلك طحنت امرأته شعيرا كان عندها لتخبز لتقدم هذا اللحم القليل مع ما تيسر من خبز الشعير. بعد أن أعد هذا الطعام وهو يسير لا يكفي ربما إلا رجل ورجلين، ذهب جابر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الخندق، فأسر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله قد أعددت لك طعاما، يعني ما يكفي اثنين ثلاثة بس، يعني محفوفة، تعال أنت ويعني من تريد. فقام صلى الله عليه وسلم على الخندق وصاح في أهل الخندق من الصحابة وكان عددهم 1000 رجل، قال أيها المسلمون إن جابرا صنع لكم طعاما ويدعوكم إليه. فأسقط في يد جابر رضي الله عنه وأرضاه، يعني الأمر 2 3 أصبح الآن 1000، على قولة شلمهم. فالمهم جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إلى بيت جابر رضي الله عنه وأرضاه، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم قبل جابر ورأى الطعام وسمى الله عليه وبرك عليه، ثم قال لجابر أدخلهم علي زرافات. البيت ما يكفي، دخلهم علي 10 10 20 20 50 50 له. فكانت كل جماعة تدخل وتأكل حتى تشبع وتقوم والطعام يتساقط من الصحفة، يعني كأن الطعام لم يتغير، وهكذا حتى أكل جميع أهل الخندق ولا يزال التنور يخبز فيه، يعني الخبز ما خلص والطعام موجود إلى الآن. صلى الله عليه وسلم هو النبي لا كذب صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قام وعادوا إلى الخندق مرة أخرى. إذن هذا أيضا يعني مما هذه التي ظهرت الآيات في حفر الخندق. كذلك جاءت أخت النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهم بحفنة، يعني بما يملأ الكف أو الكفين، حفنة من التمر لأبيها بشير ولأخيها
لأبيها وخاله. أتت بتمر قليل فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وبسطه أو نثره فوق ثوبه وسمى الله وبرك عليه، ثم دعا أهل الخندق فأكلوا ورجعوا والتمر يسقط من أطراف الثوب لكثرته صلى الله عليه وسلم. وهذا كثير يعني وقع له عليه الصلاة والسلام، بل صنف أهل العلم رحمة الله عليهم كتبا مستقلة في بيان أحواله وشمائله والمعجزات والآيات التي أجراها الله عز وجل على يديه كثيرة جدا. والنية إن شاء الله تعالى أن إذا أتممنا يعني آخر يومين ثلاثة أيام من هذا الشهر الكريم، النية عند أخيكم العبد الفقير أن نخصص الكلام بعد انتهاء السيرة حتى يعني يكتمل الموضوع، أن نخصصه عن شمائله صلى الله عليه وسلم، يعني تعرف على هذه الآيات التي أجراها الله له صلوات الله وسلامه. وأن كثيرا من الناس ربما لا يذكر أو لا يعرف إلا القرآن الكريم، ونعم هي المعجزة الخالدة الباقية، لكن هناك معجزات كثر، حتى قال أهل العلم قاعدة في هذا الباب، قالوا ما من معجزة آتاها الله عز وجل نبيا من الأنبياء إلا وأوتي النبي صلى الله عليه وسلم مثلها أو أفضل منها. وسأذكر لكم تفاصيل هذا إن شاء الله في حينه إن كان في العمر بقية. أيضا مما وقع من الأمور في الخندق أنه عرضت لمجموعة جابر رضي الله عنه وأرضاه، نفسه بن عبد الله بن حرام الأنصاري ومن مع العشرة كانوا يحفرون، عرضت لهم صخرة عظيمة كدية، صخرة أثناء الحفر، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزل وضربها ضربة بالمعول عليه الصلاة والسلام حتى أصبحت كثيبا أهيل، أي رملا لا يتماسك. ثم أيضا استمر الصحابة في الحفر وجاءه البراء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أيضا قد اعترضته هو وأصحابه كدية عظيمة، أي صخرة في أثناء الحفر ما استطاعوا أن يحطموها، فشكوا أمرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل صلى الله عليه وسلم وأخذ المعول وقال بسم الله، ثم ضرب ضربة هذه الكدية بمعوله فقطعت قطعة وخرج منها ضوء، فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام، ثم ضرب وإني لأنظر إلى قصورها الحمراء الساعة، ثم ضرب الثانية وظهر منها ضوء كذلك وبشرهم بفتح بلاد فارس، ثم ضربها الضربة الثالثة وبشرهم بفتح بلاد اليمن، ثم تهدمت هذه الصخرة. إذن هذا حقيقة موقف عظيم ودرس عظيم من دروس السيرة النبوية، أنه كما قيل اشتدي يا أزمة تنفرجي، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، النصر مع الصبر والفرج مع الشدة، والليل مهما طال بظلمته إلا أن الفجر سيظهر ولا شك. فهذه الأمة الآن تعاني وهي في الحضيض، حتى قال المختصون في أحوال الأمم وأحوال الشعوب، ما وصلت أمتنا إلى هذا الحضيض في تاريخها أبداً. حتى في العصور الماضية صحيح أنها في حالة ضعف وخور، ولكن لا يزال رسم الخلافة باقيا، الخلافة ما سقطت إلا قبل 100 سنة، ترى عندما العلمانية في تركيا وأتاتورك أسقط الخلافة فقط 1920 أو 17 يعني بالحدود تقريبا، قبل ذلك على الضعف الذي دب في جسد الأمة، ولكن رسم الخلافة في شيء اسمه خلافة باق. إذن هذه المرحلة التي قدر الله لنا أن نعيش فيها هي تعد أسوأ مرحلة مرت في تاريخ أمتنا المجيد. لكن هل معنى ذلك هذه الأمة ستموت؟ أبدا، ستعود مرة أخرى والعودة قريبة، لأن هذه الأمة أيضا متى تنطلق؟ إذا بلغت إلى أضعف ما يكون
تنطلق مرة أخرى كالمارد الذي كان مقيد ثم فك قيده. وأعداؤنا يعرفون هذا جيدا، يعرفونه والله كفلق الصبح من اليهود والنصارى وغيرهم ممن يكيد للإسلام والمسلمين، يعرفون هذا الأمر جيدا، لأنهم ليسوا كحالنا، هم يقرؤون ونحن ما نقرأ، هم يتعظون ونحن ما نتعظ إلا من رحم الله. فهم يعرفون أن الأمة قادمة وأن الإسلام يقدم بقوة وأنه سيظهر، ولكن القضية أن المسألة مسألة وقت ولكل أجل كتاب. لذلك في هذا تفاؤل، المسلم لابد أن يكون متفائلا. شوف الآن في هذا الموقف الناس في ما يبون فارس ولا يبون الروم، يعني الذي عنده يعني كان قصير النظر وخائفا على نفسه ولا يريد العزة لهذا الدين، يقول أي فارس أي الروم أي اليمن، خلص المشكلة التي احنا الآن لنسلم على عيالنا وأنفسنا. وهذه قالها المنافقون عندما اشتدت وطأة المشركين كما سنذكر الآن وحمل وطيس، قال المنافقون، قال محمد يقول صلى الله عليه وسلم يقول ويبشرنا بفارس والروم وأحدنا لا يأمن عن نفسه لقضاء حاجته. شوف النفاق. فلذلك تفاءل أيها المسلم، إياك أن يدب اليأس إلى قلبك، إياك، بل اليأس سمة من سمات الكافرين وسمة من سمات الخاسرين. كيف تيأس وأنت معك هذا الدين الخالد؟ كيف تيأس وأنت عندك هذا الوعد الحق من الله الحق أنه سينصر هذا الدين بإذن الله عز وجل؟ تقول لي الواقع يدفعني ويفرض علي اليأس فرضا، أقول لك أنت تنظر بمنظار التشاؤم، وإلا هناك مبشرات كثيرة كثيرة لا تعد ولا تحصى. في المجمل إحصائيات ثابتة عالمية من جهات غير إسلامية أن أسرع دين يعتنقه الناس في أوروبا وأمريكا وفي شرق الأرض وغربها وشمالها وجنوبها الإسلام. وترى هذه الشعوب الآن المسلمة تصيح أنها تريد الإسلام وتريد تطبيق شرع الله تبارك وتعالى. قبل 20-30 سنة المساجد كما يحدثنا كبار السن، المساجد لا تعرف إلا كبار السن. الآن غصت المساجد بفضل الله عز وجل، كثير مساجد الآن ما تكفي، فضربت السرادقات والخيم في الخارج، وجل عمار بيوت الله عز وجل من الشباب والفتيات. هذا مؤشر واضح، هم يقرؤون ونحن لا نقرأ، هم يعرفون إن هذا مؤشر خطير بالنسبة لهم، لأن الأمم تقوم على ظهر من؟ شيبها ولا شبابها؟ شبابها. والشباب قادم والإسلام قادم، والله كما أنني أراكم وترونني لا نشك في ذلك، لا أشك أن الإسلام قادم ولا يجوز لي أن أشك في ذلك. لذلك أقول لنتفائل، وإياك أن إن لم تستطع أن تكون متفائلا فلا تكن متشائما. ترى القضية يعني مو يعني يا ظلمة يا إسرائيل، إسرائيل واحد زين، بعض الناس يا ظلمة يا إسرائيل، لا إسرائيل واحد زين. إذا لم تستطع أن تكون متفائلا لا تكن متشائما، لأن بعض الناس تجلس معه يجعل الحياة أمامك خلاص نهاية العالم، أزمات اقتصادية وأزمات وأزمات وأزم، لا يعرف كلمة سوى كلمة أزمة، ورحنا شفي وغرقنا والمسلمين انتهوا. يا أخي من قال هلك الناس فهو أهلكهم. لذلك كن متفائلا، إسلامنا يعلمنا أن نكون متفائلين وإن كانت القضية في أصعب الظروف. هذا الحادث أكاد أو أستطيع أن أقول من قراءتي مرارا وتكرارا لاستغفار الله عز وجل أنه أصعب ظرف
مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، أصعب ظرف، ولذلك ذكره الله عز وجل: بلغت القلوب الحناجر، زلزلوا زلزالا شديدا، كما وصف الله عز وجل في كتابه في سورة الأحزاب، موقف عظيم. ومع ذلك يبشرهم، يجعلهم متفائلين، لا مجال للتشاؤم في دين الإسلام، فلنكن متفائلين أيها الإخوة والأخوات. جاءت قريش كما قلنا، عندما وصلت قريش وغطفان ومن تحزب معهم من قبائل المشركين وصلوا إلى المدينة فأسقط في أيديهم، تفاجأوا، رأوا الخندق، مساحة يعني مسافة كبيرة، من المستحيل أن نقتحم هذا الخندق بخيولنا، مستحيل. فلذلك زادوا من حنقهم وغيظهم، حتى قال أبو سفيان وكان هو القائد العام لهذا الجيش، قال: هذه مكيدة ما عرفتها العرب. مش عرف العرب بمثل هذه الأمور، العرب قتالهم ساحة بس، يتواجهون يتبارزون قبلها تسخين، وبعدين يتشابكون وطاخ وطقيق إلى أن ينتصر أحد الطرفين على الآخر، انتهى، ثم تقام الأشعار ثم انتقام، وهكذا. لم يعرفوا، هم يعرفون الكر والفر والقتال على الخيول والالتحام، نعم، لكن مكيدة مثل هذه لا تعرفها العرب. وصدق الذي قالها سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فتجمع هذا الجيش على الضفة الأخرى من الخندق، وهم ينظرون إلى المسلمين بعشرة آلاف مقاتل بحديدهم وعدتهم، ويتحفزون لاقتحام المدينة على أهلها. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وخرج بجيشه بثلاثة آلاف مقاتل. إذن النسبة هي هي، في بدر 300 مقابل 1000، 3-1، في أحد 1000 إلى 3000، 3-1، الآن في الخندق 3000 إلى 10000، 3-1. وما أعلم، لا أعلم، في قراءة المتواضعة في تاريخ أمتنا، ما لا أعلم، هناك أن هناك موقعة حاسمة من المواقع التي خاضها المسلمون انتصر المسلمون على أعدائهم بكثرة عددهم، ما أعلم، لا أعلم ذلك. ارجعوا إلى التاريخ وانظروا للمواقع الخالدة، ستجدون دائما وليس غالبا، دائما، أن عدد الأعداء يفوق عدد المسلمين بضعف أو ضعفين، وهذا مثال على ذلك، وهذا مؤشر وفائدة ودرس عظيم، أن النصر من الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فلذلك اجتمع، وكلما اقترب المشركون يحاولون اقتحام الخندق أو ردم يعني إهالة التراب حتى يردموه ليكون طريقا، كلما اقتربوا رماهم ونشبهم المسلمون بسهامهم فتراجعوا. طبعا هذا يزيد من الغيظ، وكثرة الزيادة في الغيظ تجعل الإنسان يعني خارج السيطرة، يبدأ يتصرف تصرفات غير مدروسة، وهذا وقع سأشير إليه إن شاء الله بعد قليل. استمر هذا الوضع، كلما حاول رماهم ابتعدوا، حاولوا رموا، وهكذا استمر هذا الوضع لأيام، ولم ييأس المشركون من محاولات اقتحام الخندق، لا في الصباح ولا في المساء. في الصباح دوريات تطلع وسرايا من هذا الجيش الكبير يحاولون من نقاط مختلفة، والمسلمون ثابتون في مواقفهم، لا يكاد أحدهم أن يترك موقعه ولو لثانية واحدة. شوف الموقف، ولذلك فاتتهم صلاة، صلوات فاتتهم، ما يقدر يوخر، ثابت مكان، لأن إذا ممكن غفل عن هذا المكان سيؤتى المسلمون من قبله. موقف عصيب. تقول لي: طيب لماذا لم يصلون صلاة الخوف؟ الجواب: لم تشرع صلاة الخوف حينئذ، ما شرعت، شرعت فيما بعد. إلى الآن الواجب عليهم أن يصلوا كل صلاة في وقتها، وكل صلاة
بسجودها وركوعها وشروطها ما في صلاة خوف. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ما نزلت إلى الآن. حتى قال صلى الله عليه وسلم: وقد فاتت وغربت الشمس أو قبيل، نعم، حتى غربت الشمس فأتى عمر رضي الله عن عمر وقال: يا رسول الله ما كدت أن أصلي المغرب، يعني كادت أن تغرب الشمس زين لحقت عليها. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا إلى الآن ما صليتها وقد غربت الشمس. وأيضا مجموعة من الصحابة كذلك ما صلوا العصر وغربت الشمس، لكن ماذا يفعلون؟ الأمر حرج. فقال صلى الله عليه وسلم وقد دعا عليهم كما في الصحيحين، قال: شغلونا عن الصلاة أو عن الصلاة الوسطى، يعني العصر، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا. من الحرقة التي كانت في قلبي صلى الله عليه وسلم والحسرة أنهم كانوا سببا في إشغاله عن صلاة العصر في وقتها. أيضا كما قلنا استمرت محاولات كفار قريش في اقتحام الخندق. في أحد الأيام، وقلنا الحصار استمر شهرا كاملا، طبعا الحصار كان يؤثر بالمسلمين صحيح، ولكن أيضا كان الحصار يفتك بالمشركين. لماذا؟ لأن المشركين هؤلاء الأحزاب عندما أتوا ووجدوا الخندق تفاجأوا، لأنهم كان الترتيب أن يأتوا وتدور المعركة مباشرة، والمعركة كم ستستمر؟ يعني يومين، ثلاثة أيام، أسبوع وتنتهي. لذلك لم يتزودوا، لم يأتوا معهم بالطعام والشراب ليضربوا الحصار، فكان ضرب الحصار أمر مفاجئ، أمر تعامل مع الموقف الحالي. ولذلك بدأ الزاد ينفذ والشراب ينفذ، الماء، وهذا لا شك يزيد من الضغط على هذه على 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 قيادات هذا الجيش، وزيادة الضغط سيولد الأخطاء. لذلك كان هذا الحصار يفتك ويؤثر بالمشركين كما أنه كان مؤثرا بالمسلم بطبيعة الحال. في يوم من الأيام، وقد استمر الحصار قلنا شهرا كاملا، في أحد هذه الأيام ومحاولات المشركين لا تتوقف في اقتحام الحصار، جاء نفر من فوارس، يعني فرسان المشركين، يتقدمهم فارس العرب عمرو ابن عبد ود. هذا فارس يعني يقدر بمجموعة من الفرسان، فأتى ومعه عكرمة ابن أبي جهل، وكان آنذاك لازال على الشرك، وضرار بن الخطاب وغيرهم. فوجدوا يعني من كثرة المحاولات وجدوا مكانا يصلح للاقتحام، وفعلا اقتحموا ودخلوا المدينة، يعني أصبحوا على الضفة الأخرى من الخندق عند المسلمين. فتلقاهم علي بن أبي طالب مع مجموعة من الفرسان، فما كان من علي رضي الله عنه وأرضاه إلا أنه أغلق عليهم طريق العودة. فأصبح علي ومن معه من الجند بين المشركين وبين الخندق، فكان ما لا بد إلا من القتال. واستفز علي رضي الله عنه وأرضاه بكلمات استفز بها عمرو بن عبد ود، فيعني مثل هذا يستفز سريعا هؤلاء الأبطال الفرسان. فترجل عبد الله بن عبد عمرو بن عبد ود وطلب من علي المبارزة، فنزل إليه أبو الحسن فأطاح برأسه رضي الله عنه وأرضاه. وهذه منقبة عظيمة لعلي رضي الله عنه وأرضاه، الشجاع المقدام رضي الله عنه وأرضاه. طبعا وقع الرعب في بقية الفرسان في قلب عكرمة ومن معه، ولاذوا بالفرار مسرعين، ووقعت مناوشات بين هاتين الطائفتين، كان على إثرها أن قتل 10 من المشركين و6 من المسلمين. استمرت المحاولات من قبل قريش باقتحام الخندق، وكانت بين الطرفين رمي بالنبال، وكان على إثر ذلك أن أصيب سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه بأكحله، أصيب بسهم، فقام بعلاجه علاجا مؤقتا، ودعا الله عز وجل أن يبقيه
مع النبي صلى الله عليه وسلم إن كان قد بقي من حرب قريش شيء. وسنرى بعد هذه المعركة أو الغزوة أنه انتهى حرب قريش. فقال دعا الله عز وجل إن كان بقي يعني مواقع أخرى أو وقعات أخرى وحروب أخرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش وغزوات، فدعا الله أن يحييه رضي الله عنه رغبة في نصر دين الله تبارك وتعالى. ثم أيضا دعا سعد بن معاذ قال اللهم لا تمتني أو لا تمتني حتى تقر عيني من قريظة. والآن الباقي من اليهود في المدينة بنو قريظة، بنو قينقاع أجلاهم، بنو النظير طردهم قبل سنة ونصف، بقي فقط بنو قريظة. وسنرى ماذا فعل بنو قريظة هؤلاء من الغدر والخيانة. جاء سيد من سادات بني النظير الذين كانوا في خيبر، وأن العشرون الذين ألبوا القبائل، جاء هذا وهو حيي ابن أخطب سيد بني النظير، جاء متسللا وذهب إلى بني قريظة إلى ابناء عمومته، وقابل كعب بن أسد سيد بني قريظة، وأخذ يزين له ويمنيه ويرغبه في نقض العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. في البداية، هذا للتاريخ نقولها، في البداية كعب بن أسد سيد بني قريظة هذا عارض وقال ما وجدت من محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم إلا الوفاء والصدق والأمانة، كيف أخونهم الآن وهناك عقد مبرم بيننا وبينهم أن ندافع دفاعا مشتركا؟ فما زال به ويمني حتى وافقه أن يغدر بالمسلمين. طبعا وصلت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن بني قريظة وكانوا في جنوب المدينة ديارهم، والنبي صلى الله عليه وسلم والخندق في شمال المدينة، وبين الشمال والجنوب مساكن المسلمين فيها الذراري والنساء والأطفال. فالخطر داهم أصبح الآن، أصبح الخطر خطران، بل إن شئت أن تقول ثلاثة: الخطر الخارجي المتمثل بعشرة آلاف مقاتل يريدون أن يفتكوا بكم أيها المسلمون، وخطر داخلي من بني قريظة، وخطر المنافقين الذين اندسوا في صفوف المسلمين يبثون الشائعات المغرضة لتثبيط معنويات المجاهدين في سبيل الله. وهذا صوره الله عز وجل في كتابه الكريم كما قال في سورة الأحزاب: إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، رضي الله عنهم أرضاهم. إذن غدرت قريظة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مسلمة ابن أسلم في 200 من المقاتلين، وأرسل زيد بن حارثة في 300 من المقاتلين، مجموع 500 من المقاتلين بقيادة هذين الصحابيين الجليلين. قال أنتم كونوا واحرسوا نساء وذرار المسلمين، والبقية الجيش 3000 أو 2500 يكونون عند الخندق. انظر كيف الموقف عصيب في هذه الغزوة العظيمة. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة سيدي الأنصار، أرسلهما إلى ديار بني قريظة ليتوثقا من الأمر، ممكن تكون هذه إشاعة أن اليهود قدرت. فعندما أقبل رضي الله عنهما السعدان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فوجدوا اليهود على أخبث ما يكونون، أعلنوا وأظهروا شتم الإسلام والمسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم، رفعوا عقيرتهم، هؤلاء الجبناء رفعوا عقيرتهم. فقال لهم سعد رضي الله عنه السعدان، قالوا لهم يعني تكروهم بالعهود بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا من رسول الله؟
شوف في التبجح، لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد. فرجعوا رضي الله عنهم وأرضاهم، السعدان رجع وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: عضل وقارة. هذه شفرة، هذه عند العسكريين شفرة، يقول القادة يتكلمون رموز ممكن اللي حواليهم يعني ضعين بالطوشة كما نقول ما يفهمون. فقال له: يا رسول الله، عضل وقارة. فهم النبي صلى الله عليه وسلم عضل وقارة يعني الرجيع، أن عضل وقارة قبيلتان غدرتا بأصحابك، فكذلك حال يهود بني قريظة، غدروا. وهذا في درس عظيم يؤكد ما قلت لكم قبل قليل، لا نشيع خصوصا في الأزمات. هناك صحيح بعض الأخبار تكون صحيحة، ممكن عندك مصدر مثلا قريب من القيادة السياسية أو العسكرية أو يعني من أصحاب القرار، فيأتيك بأخبار يعني غير جيدة، مثلا من الدول المجاورة الآن تريد أن تفعل كذا وكذا، ويكون خبر صحيح. بعض الناس كأنه صحفي، يعني الصحفيون غالبهم، ما يزال علينا حبيبنا الصحفيون غالبهم وليس جميعهم، يعني أو بعضهم، حتى لا نقول غالبهم، بعضهم وهم قليل إن شاء الله تعالى، همهم السبق الصحفي، ما ينظر لعواقب هذا القرار أو هذا الإعلان. لا يا أخي، ليس كل ما يعرف يقال، لا تشيع وإن كان صحيحا، خبر يؤدي إلى أن يثبط المعنويات، يوقع الرعب في قلوب العامة، لا تشيعه، بالعكس اخفي هذا الخبر وأظهر الأمور التي ترفع من معنويات. فهنا ماذا قال هذا؟ قال عضل وقارة، ما قال على رؤوس الخندق: يا رسول الله الحقنا خالة بنو قريظة رحنا، لا أبدا، إنما قال عضل وقارة، فهم المراد صلى الله عليه وسلم. عندها طبعا اشتد خوف المسلمين أكثر وأكثر، لأن هذا الأمر أيضا تسرب على كثرة ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام يعني يخفيه. الطامة، وكما يقول وكما تقول العرب ثالثة الأثافي، تعرفون إيش معنى المثل هذا؟ الأثافي الحجارة، القدر، لا ما يعني لا يمكن أن 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 تقعده إلا على ثلاث أحجار، فلو أتيت بحجرين الجدر ما يقعد للطبخ، فلا بد من الثالثة. فالأمر لا يعني إذا أراد أن إذا كان الأمر لا يقوم إلا بهذا الأمر، إلا بهذا الشيء حتى يكتمل، فتضرب فتقول ثالثة الأثافي. فثالثة الأثافي طامة، لم يكتفي المنافقون عليه من الله ما يستحقون بالخطر الخارج المدمر ولا بخيانة اليهود من الداخل، أيضا نجم النفاق وظهر وأخذ النفاق يبث سمومة وتظهر من فلتات ألسنتهم، ولتعرفنهم في لحن القول، وصدق من قال: الألسنة مغاريف لما في القلوب. المنافقون في وسط الصف قالوا: يا أهل يثرب، كما قال الله عنهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. وقال الله عز وجل: ويستأذن فريق منهم النبي ويقولون إن بيوتنا عورة. شوف العذر اللي أقبح من الذنب، يعني يأتي المنافق، لأن المنافق دائما يبي سياسته مسك العصا من الوسط، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مذبذبين بين ذلك. هذا حال المنافقين في كل زمان ومكان، يريد أن يرضي جميع الأطراف. ولذلك قال أهل العلم: الذي إذا كان الرجل يمدحه جميع الناس على اختلاف مشاربهم فاعلم أنه رجل سوء. واضح؟ إذا كان الشخص الكل يمدحه، الفسق يمدحونه والصالحون يمدحونه، إيش معنى الكلام؟ معنى هذا أنه ذو الوجهين، فهو رجل سوء. لذلك هذا حال مذبذبي، مر مع هؤلاء ومر مع هؤلاء. فلذلك قالوا هم لا يريدون المشاركة والقتال، لكن في نفس الوقت لا يريدون أن يفضحوا أنفسهم، فلا بد من عذر. فقالوا: يا رسول الله إذن لنا بيوتنا عورة، يعني خايفين على حريمنا،
وكان ما أحد عنده حريم لهم. فقال الله عز وجل: وما هي بعورة كذبتم إنما تريدون أن تخونوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الظرف الحالك. أختم سريعا حتى لا أطيل عليكم. إذن الأجواء لا شك أنها غير مفرحة، ولا أحب أن أقول متشائمة، غير مفرحة، ولكنه النبي لا كذب صلى الله عليه وسلم. فعندما ظهر النفاق وجاءت قبل قليل أخبار خيانة بني قريظة وهؤلاء يتحفزون، فاستلقى النبي صلى الله عليه وسلم وألقى خميصته أي رداءه على وجهه غفى إغفاءة، ثم استيقظ فرحا صلى الله عليه وسلم مسرورا صلوات ربي وسلامه عليه، ثم قال: الله أكبر، وبشر المسلمين بالفتح والنصر. هو النبي لا كذب صلوات الله وسلامه عليه، ما ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. جاءت الآن مبشرات النصر. أراد صلى الله عليه وسلم أن يرسل إلى عيينة ابن حصن، وهذا سيد من سادات غطفان، أراد أن يصالحه، يعني أن يستميله، يقول: لا ترجع بأصحابك، إذا رجع ب6000 4000 مقدور عليهم. قال: ارجع بأصحابك ونعطيك ثلث غلة المدينة. والمدينة إلى يومنا هذا صاحبة نخيل وصاحبة تمر وثمار، فقال: ارجع ونعطيك الثلث. هم أن يكتب له كتابا صلى الله عليه وسلم، فعارضاه الصحابيان الجليل. طبعا هذا الأمر عندما أقول عارضاه، وهذا الأمر ليس بوحي، هذا الأمر مشورة، وأمر يعني أمر دنيوي، ليس بأمر وحي من الله عز وجل، ولا وإلا لما كان الصحابة يعارضونه صلى الله عليه وسلم. فقال له سيد الأنصار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، قال: يا رسول الله، كنا ونحن وهؤلاء على الشرك ولم يطمعوا أن يأكلوا منها ثمرة، يعني ما يأكلون ثمرة واحدة، تمرة واحدة، إلا بإذننا وبطيب نفس منا، فحين أكرمنا الله بالإسلام وأعزنا الله بك نعطيهم أموالنا. شوف العزة، والله لا نعطيهم إلا السيف. فصوب النبي صلى الله عليه وسلم رأيهما ورجع عند قولهما: وما كتب لي عيينة بن حصن. إذا أراد الله شيئا أيها الإخوة، وهذا والله درس عظيم، إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. أقول هذا الكلام لماذا؟ لأن بعض إخواننا الطيبين وخواتنا الذين حريصين على نصر الدين والدعوة والإسلام يقول: ماشي أبو محمد كلامك نتفائل والمسلم يتفائل، لكن في قرارة نفسه يقول: كيف سيأتينا النصر؟ كيف نرى حال العرب؟ أمة متخاذلة متفرقة متشرذمة، يضرب بعضهم بعضا، يغزو بعضهم بعضا، يحتقر بعضهم بعضا، أو ننظر الأمة الإسلامية إلى ماذا؟ إلى ماذا ننظر؟ ففي قرارة أنفس بعضنا وللأسف تبقى هذه التشاؤمات في دهاليز مظلمة من قلبنا، من قلوبنا. نقول: يا أخي ويا أخي، لا نحمل هم النصر، النصر من الله، أمرنا أن نعمل وأن نبذل ما في وسعنا واستطاعتنا، النصر من الله وليس من أحد. وانظروا لهذا المثل في غزوة الخندق، انظروا كيف كان السبب، أو ما هو السبب الذي كان سببا لتفريج هذه الكربة العظيمة، غزوة الأحزاب وتفرق الأحزاب عن المدينة النبوية. هل جاء جيش مثلا مدمر من الخارج، من الروم، من فارس؟ هل جاءت راجمات ودبابات وراجمات وقاذفات؟ أبدا. إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. ما هو السبب؟ جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من غطفان، كان مع الجيش مع غطفان، اسمه نعيم ابن مسعود الأشجعي الغطفاني، دخل خفية وتسلل المدينة وقال: يا رسول الله، إني قد أسلمت،
أسلمت. فمرني بأمر يعني يعرض خدماته، ماذا أستطيع أن أقدم لك؟ فقال له صلى الله عليه وسلم، قال وأنت رجل واحد، ماذا عساك أن تفعل؟ ولكن خذل عنا ما استطعت، يعني حاول أن تبث يعني الأخبار التي تؤدي إلى ضعف معنوياتهم، ولله في خلقه شؤون. فرجع نعيم بن مسعود رضي الله عنه، وكان صديقا، هو من غطفان، كان صديقا لقريش حميما لهم، وكان صديقا ليهودي بني قريظة. فذهب إلى قريظة، فلما رأوه رحبوا فيه صديقهم وأكرموه، وهم يعلمون أنه ما زال على الشرك، طبعا لا يعلمون أنه أسلم. فقال لهم نعيم، تعرفون ودي لكم وخاصة ما بيني وبينكم، وإني محدثكم حديثا فاكتموه عني. قالوا نعم، قل. قال قد رأيتم ما وقع لبني قينقاع والنظير، يعني طردهم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ظاهرتم قريشا وغطفان، تعاونتم مع قريش وغطفان أنتم الآن، وهم ليسوا مثلكم، فالبلد بلدكم، فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، لا تقدرون أن تتحولوا منه إلى غيره، وأما بلدهم يعني قريش وغطفان وأموالهم ونساؤهم فبعيدة، ليسوا كحالكم. طيب ما الذي تريده يا نعيم؟ قال فهم أي قريش وغطفان إن أصابوا فرصة انتهزوها، يعني إن فازوا بالمعركة فازوا بها وأخذوا الغنائم وحققوا ما يريدون، وإلا إذا كانت الدائرة عليهم كما كان في أحد وبدر لحقوا ببلادهم، ما عندهم مشكلة. وتركوكم ومحمد صلى الله عليه وسلم ينتقم منكم كيف يشاء. قالوا فما العمل؟ قال لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهاء، أخذوا رهاء عشان تضمنون أن يتمون معاكم، إذا انهزموا شلون؟ فقالوا لقد أشرت بالرأي. ثم توجه نعيم إلى قريش واجتمع برؤسائهم وقال تعلمون ودي لكم ونصحي إليكم. قالوا نعم. قال فإني محدثكم حديثا فاكتموا عني. قالوا نفعل. قال فإن يهود قد، يعني بني قريظة، قد ندموا على نقضهم عهد محمد صلى الله عليه وسلم، وخافوا أن ترجعوا وتتركوهم معه، فراسلوه أنهم يأخذون منكم رهائن ويدفعونها إليه ثم يوالونه عليكم، فرضي بذلك. فاحذروهم، وإن سألوكم يعني يا قريش اليهود رهائن فلا تعطوهم. ثم ذهب إلى غطفان وقال مثل الذي قاله لقريش. إذن يعني كما نقول بين قوسين زلق وايرات، تستطيع أن تقول كيبلات، هذه بعد موايرات، سينفجر الموقف الآن. والحرب خدعة، الحرب خدعة، طبعا فرق بين الخدعة والخيانة، الخيانة في السلم، الخدعة في الحرب، أنت في حرب أصلا. وبهذا التداء وهذا التدبير تشككت النفوس، تزعزعت الثقة بين الطرفين، وهذا هو المراد. فأرسل أبو سفيان وفدا إلى قريظة يدعوهم للقتال، قال خلاص إلى متى؟ إلى متى هذا الصبر؟ القوت نفذ، لابد أن نتخذ موقفا حاسما، سنقاتل غدا. وكان هذا اليوم يوم الجمعة. فقالت اليهود لهذه المجموعة التي أرسلهم أبو سفيان، قالت لهم إن اليوم يوم السبت، إن اليوم يوم السبت يعني غدا، ولم يصبنا ما أصابنا إلا من التعدي فيه، يوم السبت عندنا مقدس، ما نعمل ما نقاتل، ثم إنا لا نقاتل معكم حتى تعطونا رهائن منكم لكي لا تتركونا وتذهبوا إلى بلادكم. فقالت قريش وغطفان صدقكم والله نعيم، اسمه قال نعيم. وأرسلت قريش إلى اليهود تقول لهم لا نرهنكم أحدا واخرجوا للقتال. فقالت يهود صدقكم والله نعيم. فخارت عزائم الفريقين وتخاذلوا وتشتتوا وتفرقوا. أما المسلمون بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يدعون الله عز وجل، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا
وأبتهل وألح صلى الله عليه وسلم بالدعاء لأن النصر من الله، وقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم، فأرسل الله عز وجل القدير القوي العزيز العظيم الكبير الذي لا راد لأمره ولا معقب لحكمه وما يعلم جنود ربك إلا هو، أرسل ريحا شديدة فاقتلعت خيامهم خيام المشركين وأطفأت نيرانهم وقلبت قدورهم وطعامهم، جعلتهم في فوضى عارمة، وجاء مع هذه الريح الرعب في قلوبهم، فسكن الجيش في الظلام في الليل، هذا وقع، جاءت الريح في الليل، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه فقد الأصوات، يعني جيش 10,000 له صوت وجلبة، فانقطعت الأصوات والجلبة فجأة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف خبرهم، وكان البرد شديدا، فقال من يأتيني بخبرهم؟ سكت الصحابة. إيه في بعض المواقف خلاص يعني الواحد مهما كان عنده من الشجاعة لكن لها طاقة يعني، فسكت الصحابة، فقال من يأتيني بخبرهم؟ فسكتوا، فقال قم يا حذيفة، فقام رضي الله عنه وأرضاه، وأمره صلى الله عليه وسلم أن يذهب وأن لا يحرش عليهم أحد، يعني قال لا تحدث شيئا، فقط اذهب وانظر خبر القوم وأتني، لا تفعل شيئا، لا تقتل أحدا، اذهب وأتني، تقص الأخبار، وطمأنه صلى الله عليه وسلم بأنه لن يناله سوء، فخرج حذيفة رضي الله عنه وأرضاه كأنه يمشي في حمام، حمام من الحميم، الله يجيرنا وياكم من حميم جهنم، من الحميم، يعني تدخل على حمامات البخار شلون جو يعني دافي وما تحس بالبرودة طبعا، فكأنه يسير في حمام، الناس بر يعني بجنبه يشعرون به كأن عظامهم تتكسر من شدة البرد، وهو كأنه يسير في حمام بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب متخفيا متسللا وسط 10,000، فجلس وإذا به شخص يتكلم، فعرف حذيفة أن الذي يتكلم أبو سفيان، قال فهممت أن آخذ قوسا من كنانتي لأقتله، ولكن تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث شيئا، وهذا من لطف الله بأبي سفيان، لأنه لو مات في تلك اللحظة وما كان بينه وبين حذيفة شيء وسيصيبه حتما بمقتل، ولكنه لو توفي لا أصبح خالدا مخلدا في نار الجحيم، ولكن من لطف الله بأبي سفيان أن مد في عمره إلى يوم الفتح، ثم يشرح الله صدره للإسلام فيدخل ويحسن إسلامه ويصير بعد ذلك من المشاركين في الفتح الإسلامي كما تعلمون في زمن الخلفاء الراشدين. فسمعهم وقال أبو سفيان، قال إن الأمر يعني غير مأمون، فكل منكم يعرف جليسه، يعني كل واحد يقول حق اليمة شو اسمك، نظرام الريح أطفأت نيرانهم. فقال حذيفة وانظر إلى سرعة البداهة، فقال حذيفة فبادرت للذي بجنبي فقلت ما اسمك حتى لا يسأل هو من ما اسمه، فقال فلان، فهدأ ثم علم أنهم اتخذوا قرارا بالرحيل، فعاد حذيفة رضي الله عنه أيضا، عاد كما ذهب كأنه في حمام من الدفء، وعاد إلى فراشه مرة أخرى بعد أن أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصباح في صباح ذلك اليوم بعد مرور شهر كامل في ذي القعدة، بدأ الحصار في شوال من السنة الخامسة من الهجرة، وانتهى في ذي القعدة لشهر كامل من ذلك الحصار الذي ضربه الأحزاب على المدينة النبوية، أصبح المسلمون وكأنهم لا يرون شيئا، ذهب ذلك الجيش بعدته وحديده وخيوله وفرسانه، ذهبوا وكفى الله سبحانه وتعالى المؤمنين القتال، كما قال الله عز وجل ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. فقال صلى الله عليه وسلم، قال الآن
نغزوهم ولا يغزونا، يعني نحن نسير إليهم. وهذا الذي وقع بعد ذلك، إذ أنه لم تغزو أو لم تغزى المدينة بعد ذلك من قبل كفار قريش ولا من قبل غيرهم، وإنما بعد ذلك كان غزو من المدينة إلى مكة، وكان فتح مكة كما سيأتينا بإذن الله عز وجل. سنكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية حدث متصل بهذا الأمر، وهو غزوة بني قريظة، لأن الأمر الآن سيرجع إلى يهود بني قريظة الذين خانوا ليؤدبهم تأديبا عظيما، سنسمع أحداثه بإذن الله عز وجل في الدرس القادم إن كان في العمر بقية. هذا والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.